كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، هكذا كانت دوما علاقة مصر بمحيطها الأفريقي. جذورها راسخة ضاربة في الأرض السمراء وملتقى لثقافات، طالما عانت من عصور الاستعمار والخضوع والسيطرة لتخلق علاقات قوامها الكل رابح في لقطات عديدة من تاريخ أفريقيا. وحدة أفريقيا كانت فكرة وحلما لدى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، سعى وجاهد لأجلها. فأتى عام 1936 لتؤتي الشجرة أكلها، وليكون هذا التاريخ شاهدا على لقطات مشرفة وواقع ملموس، حين وقعت مصر مع 31 دولة أفريقية مستقلة وثيقة إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية. وتأكيدا لرؤية القاهرة بأن الكل رابح فالأهم الوحدة، كان المقر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما كانت القمة الأولى في مصر عام 1936. ومن عبد الناصر الفكرة وإثبات الوجود والتحرك والقوة في القارة إلى السادات، شهدت فترته تراجعا نسبيا في العلاقات مع دول القارة. فالرئيس الراحل أخذ منحا قطريا أكثر منه قوميا أو تحرريا كما كان في السابق، فكان الابتعاد أمرا طبيعيا. ولم تحمل كذلك فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك كثيرا على صعيد تطوير العلاقات الأفريقية. تمر الأحداث وتتغير الوجوه ليأتي 5 يوليو من عام 2013 كنقطة مفصلية لا تنسى في تاريخ علاقات مصر بأفريقيا. مصر التي كانت تشهد ثورة شعبية أطاحت بنظام الإخوان، يبدو أن الاتحاد الأفريقي أساء تقديرها، فكان القرار الصادم بتجميد عضوية القاهرة. كتمت مصر حزنها لهذا القرار، وبكياسات دون غضب أو عجرفة تحركت لتوضح المواقف والحقائق دون تعجل، فتثبت للجميع أنها ثورة شعب. فلم يدم الغياب عن الاتحاد سوى 11 شهرا. لم تكتفي القاهرة، فإعادة مصر إلى وطنها الأكبر أفريقيا كان وعدا على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحركات في كل الاتجاهات، تفهم للاحتياجات والأولويات، احترام للسيادة والخصوصيات، مواجهة الإشكاليات والتحديات، كلها مبادئ رسخت لمرحلة جديدة في العلاقات وللتواجد المصري في القارة. نعود إلى 5 يوليو 2013، كان التجميد. وإن كنا نبحث عما تغير، يأتي 10 فبراير المقبل، تاريخ تتولى فيه مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، علامة بلا شك تعكس مرحلة جديدة للعلاقات المصرية الأفريقية. إذن عن الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي نتحدث، مصر سوف تتسلم رئاسة الاتحاد 10 في هذا الشهر. نتحدث عن الطموحات المصرية، الأولويات المصرية، والتحديات أيضا التي تواجهها مصر. ورحب بضيفي في الاستوديو ليشاركنا النقاش، السفير محمد عبد المنعم الشاذلي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا بحضرتك سيادة. أهلا بك. مساء الخير. يعني قبل ما ادخل في تفاصيل الرؤيه اللي وضعتها مصر كاولويات لعملها يعني فتره رئاستها للاتحاد، خليني اسال حضرتك في البدايه عن يعني رئاسه مصر للاتحاد الافريقي او رئاسه اي دوله للاتحاد الافريقي، ايه العوامل اللي تعمل فرق بين رئاسه دوله والتانيه؟ الفرق بيكون في قدره الدوله على التقريب بين وجهات النظر. انت عندك الاتحاد الافريقي اكثر من 50 دولة، هناك توجهات سياسية مختلفة، هناك مصالح مختلفة وقد تكون متضاربة في بعض الاحيان. البلد ذات الثقل وذات الوزن في القارة هي القادرة على التقريب بين وجهات النظر والخروج بموقف موحد للقارة الافريقية. طيب يعني اذا ما اردنا الدخول في رؤيه مصر العامه لرئاستها للاتحاد الافريقي، هي يعني عبرت عن استراتيجيه او وضعت استراتيجيه او رؤيه لهذه الفتره، هنتابعها مع حضرتك ومع المشاهدين على الشاشه. فيها عده تفاصيل، فيها عده اولويات، تتحدث عن السلم والامن، تتحدث عن التنميه، تتحدث عن العمل الكريم، تتحدث عن الاعمار واعاده الاعمار في ما بعد النزاعات، عن التكامل الاقتصادي والاندماج الاقليمي. كل هذه المكونات موجودة في الرؤية المصرية. من أين تتحرك مصر حين وضعت هذه الرؤية؟ هي بتتحرك في إطار تصور أفريقي شامل. في سنة بمناسبة
في سنة 2013 احنا بنتابعها اسفل مقاطعة، بس بنتابعها على الشاشة مع حضرتك. دي اولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي في عام 2019، تنمية اقتصادية واجتماعية، مد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الافريقية، اصلاح مؤسسي ومالي للاتحاد، وزي ما قلنا السلم والامن والتكامل الاقتصادي والاندماج الاقليمي. يعني شوفي دي في اطار اجندة 2063 اللي وضعت في سنة 2013 بمناسبة مرور 50 سنة على إنشاء الاتحاد الأفريقي، أو بداية بمنظمة الوحدة الأفريقية. خطة طموحة لمدة 50 سنة لتأهيل القارة الأفريقية. مصر بتتحدث عن التنمية الاقتصادية، وبتتحدث عن السلم والأمن، و لن يكون هناك تنمية اقتصادية بدون سلم وأمن. لا تستطيع أن تقيمي تنمية في حالة اضطراب وفي حالة اقتتال وفي حالة تنازع بين أطراف في منطقة معينة. أيضا مصر بتتحدث عن وضع القارة كإقليم متكامل اقتصاديا. احنا عندنا في أفريقيا عدد من التجمعات والتكتلات الاقتصادية، عندنا السدك وعندنا الإكوارس وعندنا الكوميسا. فمصر بتتحدث برضو عن الربط بين هذه التجمعات، بحيث ان افريقيا تستطيع ان تواجه العالم كقوة لها وزن ولها ثقل في الساحة الدولية. كون ان انت النهاردة تنتجي ليست هي نهاية المطاف، لأن النهاردة عشان تنتجي عايزة تبيعي، عشان تبيعي لازم تقتحمي أسواق. وهناك النهاردة قوة كبيرة بتضع الكثير، برغم من الجميع يتحدث عن حرية التجارة، إنما هناك كثير من القيود اللي بتفرض على الدول النامية في سعيها لدخول الأسواق العالمية. كل دي أمور مرتبطة ببعضيها. إعادة الإعمار وإعادة البناء بعد النزاعات. انت تشوفي النهاردة إذا نظرتي إلى أفريقيا هتجدي الصومال دمرت نتيجة للنزاعات، جنوب السودان دمر نتيجة للنزاعات، ليبيا دمرت نتيجة للنزاعات، جمهورية الكونغو الديمقراطية في حالة برضو سيئة جدا نتيجة للنزاعات. كل دي أمور يجب أن نعالجها وأن نتكاتل سويا من أجل أن نضع حدا لها. يعني بعض الموضوعات الخاصة بالمواجهة في قارة إفريقيا سيد سفير هي موضوعات كلاسيكية، يعني نتحدث عنها الحقيقة منذ عقود، منها النزاعات. في الرؤية المصرية ليس فقط يعني الحديث عن إعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات، لكن أيضا جهود لمنع النزاعات والوقاية منها والوساطة في النزاعات، بالإضافة لإطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة. موضوع النزاعات في قارة إفريقيا سيد سفير موضوع قديم حديث طول الوقت، يعني نزاعات تشتعل في مناطق ثم تعود وتشتعل مرة أخرى. إلى أي مدى يمكن لمصر أنها تساعد في تخفيف وطأة النزاعات على الشعوب إن لم يكن منعها إن استطاعت؟ يعني ده بيحتاج إلى نظرة براجماتية وواقعية للواقع الأفريقي. نعم. يعني المبادرة المصرية بتتحدث عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلم في القارة، وأنا بقرأ أن الثلاث محاور دول مرتبطين ببعضهم. زي ما قلت لك مش ممكن يكون في تنمية اقتصادية من غير ما يكون في استقرار وأمن. التنمية الاقتصادية محتاجة لتنمية اجتماعية. يعني جذور المشاكل الأفريقية هي جذور اجتماعية أكثر منها سياسية. يعني إذا نظرت إلى الواقع الأفريقي تجد هناك القبلية، العنصرية، الفساد، كل دي مع اعتبارات اجتماعية. اذا استطعنا ان احنا نواجه هذه الاعتبارات اعتقد ان ده هيكون له دور كبير جدا
في منع النزاعات قبل وقوعها. وزارة الخارجية كانت أعلنت عن إطلاق حملة إعلامية للتعريف بالاتحاد الإفريقي، يعني في رأي حضرتك إيه هدف هذه الخطوة؟ يعني ليه في قصور عن المعلومات لدى المواطنين عن الاتحاد؟ يعني شوفي، أي نجاح لبرنامج سياسي يجب أن يكون له دعم شعبي، والدعم لا يأتي من جهل، يجب أن يأتي من معرفة واستنارة بالموضوع. فأنا الحقيقة يعني سعيد جدا بهذه المبادرة، وأعتقد أن اتعمل صفحة على الفيسبوك للتعريف بالاتحاد الأفريقي، يستطيع أن يتواصل مع كل من يريد أن يزيد معلوماته وخبرته عن هذا الموضوع، وده من أجل الدعم الشعبي. زي ما قلت لك أن مش ممكن برنامج سياسي ينجح بدون دعم شعبي، والدعم بيأتي من المعرفة. طيب، نقطة حضرتك كنت أثرتها في معرض حديثك، وهي فكرة أنه هناك تكتلات اقتصادية يعني عديدة في القارة الإفريقية. مصر من بين رؤيتها إقامة منطقة التجارة الحرة القارية، هي عبرت عن ده في أكتر من مناسبة، يعني في المؤتمرات أو اللقاءات اللي كانت بتجمعها مع الدول الإفريقية. إيه إمكانية تحقيق هذه المنطقة؟ شوفي، أنا بعتقد أن التجارة محتاجة لبنية تحتية، وليست عبارة عن اتفاقيات واتفاقية للتجارة الحرة. طبعا ده بيساعد، ولكن الأساس هو البنية التحتية. النهاردة أفريقيا هي القارة الوحيدة التي لا يوجد بها ربط، يا إما طريق بري أو طريق سكة حديد من شرقها لغربها أو من شمالها لجنوبها. ده شيء يعني خطير جدا. يعني أنت أيضا المواصلات البحرية، النقل البحري هو عصب التجارة. انظري إلى الاتحاد الأوروبي، لماذا هو تكتل اقتصادي ناجح؟ لأن إذا نظرت إلى الخريطة هتجدي شبكة عنكبوتية من الطرق البرية والسكك الحديدية والبحرية والطيران والاتصالات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بعضهم ببعض. إنما أنت النهاردة في أفريقيا البنية التحتية التي تخدم التجارة غير موجودة. انت النهاردة، لغاية النهاردة، بعد اكتر من 60 سنة من استقلال مصر والسودان، عمالين نلعن الاستعمار البريطاني اللي بنى السكة الحديد في مصر بمقاس وفي السودان بمقاس اخر. يعني منذ هذا الوقت ولم يتم الربط السكة الحديد بين مصر والسودان. اذا نظرت برضو الى الخطوط الملاحية التي تربط بين مصر والسودان اللي هي اقرب الدول الأفريقية إلينا، تلاقيها برضو تكاد تكون معدومة. فالربط القاري محتاج لبنية تحتية من وبالتالي ده محتاج تمويل واستثمارات هائلة، ومحتاج لتمويل، وما فيش حاجة بتتعمل ببلاش. إنما ما هو العائد من هذا؟ العائد سيكون أكبر بكثير جدا من الاستثمار. طيب، على نقطة الاستثمار والتمويل، البعض بيقول انه الدول الافريقية لن تكون قادرة بمفردها على انها يعني تعمل هذه البنية التحتية، خاصة انها عشان تكون يعني قادرة فيها على الربط الاقتصادي لازم تكون بنية تحتية كويسة جدا طويلة تربط اكبر عدد من الدول. لو الدول الافريقية مش هتقدر انها تعمل ده بمفردها، وبالتالي هناك يعني سيكون هناك تدخل لاستثمارات من دول اخرى، والصين مثلا على رأسها. نقطة التدخلات الخارجية في القارة، كيف تصبح نعمة أو نقمة بالنسبة للقارة الإفريقية، وإلى أي مدى في رؤية موحدة يعني لهذه التدخلات؟ وهو بالتالي ده اللي بيخليني أقول لك إن يجب على أفريقيا أن تواجه العالم كقوة موحدة ذات ثقل. يعني إذا النهاردة موزمبيق عايزة تواجه الصين لوحديها شيء بائس، إذا السودان أرادت أن تواجه الولايات المتحدة منفردة لا جدوى من هذا. إنما إذا تجمعت القارة الأفريقية النهاردة في هرولة عالمية على أفريقيا، الصين، الولايات المتحدة، أوروبا، تركيا، كل بلاد العالم، روسيا بتهرول تجاه أفريقيا. إذن أفريقيا لها قيمة، ويجب أن تدرك قيمتها في تعاملها مع الآخر، ويجب أن توحد قوتها حتى تستطيع أن تحصل من هذه
التعاملات على أكبر فايدة ممكنة. نعم، طيب خلينا مرة تانية نشوف الصورة اللي شفناها منذ قليل عن رؤية مصر، الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، لأنه أيضا في من ضمن هذه البنود نقطة مهمة متعلقة بالإصلاح المؤسسي في الاتحاد وبالتالي الإصلاح المالي. فمثلا هنقدر نشوف أنه تحت هذا العنوان الكبير سيد سفير، مواصلة عملية الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، تعزيز قدرات التجمعات الاقتصادية الإقليمية باعتبارها اللبنات الأساسية للجماعة الاقتصادية، وتطوير نظام متكامل لتقييم الأداء والمحاسبة وتعزيز الشفافية. نقطة التطوير المؤسسي والمالي، نقطة الشفافية والمحاسبة والفساد، من يعني الـ 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 الأزمات المستمرة في القارة الإفريقية سيادة السفير، ما الذي يمكن أن تقدمه مصر كجديد وفعال في هذا الموضوع؟ شوفي، أي برنامج مرهون نجاحه بجهاز أو مؤسسة قوية صالحة تقوده وتديره، فبالتالي إذا لم نعمل على تفعيل الجهاز المنوط به العلاقات الأفريقية والاتحاد الأفريقي فلا جدوى من أي جهد يبذل، وبالتالي الشفافية والمحاسبة هما أساس الإدارة. أنت لا تستطيع أن تديري بدون شفافية وبدون محاسبة. ودعنا أيضا نكون يعني أكثر صراحة، أن الفساد آفة يعني شديدة الفتك ومنتشرة للأسف في قارة أفريقيا تاريخيا. يعني إذا نظرنا ما فعلوا نظام موبوتو في الكونغو، وهي من أغنى قطاع العالم بمواردها، ما فعلوا عيدي أمين بأوغندا وهكذا، وهناك أمثلة كثيرة لا نريد أن نخوض فيها. فالفساد جزء مهم جدا من العمل من أجل تنمية قارة أفريقيا. طيب، ويعني إذا ما تحركت مصر في هذه المحاور، كيف سوف تتلقى الدول الأفريقية هذه التحركات؟ كيف سوف تتعامل معها وتتعاطى معها؟ هيكون في تجاوب ولا هيكون في يعني ربما تعنت، اختلاف مصالح، البعض لا يريد يعني التحركات المصرية؟ يعني شوفي، أعتقد أن الأمر بيتجاوز الطموحات الفردية للدول. يعني النهاردة أعتقد أن أفريقيا أيقنت أنها في مفترق طريق، يا إما تقود نفسها إلى الخلاص من الآفات اللي بتعاني منها. يعني شوفي، إحنا في مصر بنضرب مثل على هذا، يعني شوفي في الفترة الأخيرة ضربنا بيد من حديد على الفساد مهما كان المتورط فيه، واتخذنا إجراءات شديدة جدا لمعاقبة أي فاسد. فأنت بتضربي المثل بنفسك حتى يقبلك الغير. وأنا أعتقد أن الشعوب الأفريقية وصلت إلى درجة من الوعي تدرك معها أن الأمر أكبر من المنافسة في بين الدول على القارة. طيب، نقطة مهمة أيضا وهي نقطة الإرهاب، موجود أيضا في الأجندة المصرية، ويعني مشكلة تعاني منها معظم الدول الإفريقية في ثالوث مدمر كده، الإرهاب والتنمية والهجرة غير الشرعية، يعني ممكن تكون حتى vicious circle أو دايرة مفرغة، كل واحد فيهم بيؤدي للتاني. كيف يمكن توزيع جهود مواجهة الإرهاب في قارة تصدر أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، وبالتالي يقوموا هم بأعمال إرهابية في دول أخرى وبلادهم تستقبل نفسها العمليات الإرهابية؟ يعني شوفي، ده محتاج إلى يعني الإرهاب النهاردة لا أحد بيغمض عينه عن الإرهاب. النهاردة الإرهاب أصبح طاعون ضرب ليس فقط أفريقيا، ضرب كل قارات العالم. نعم. الإرهاب مواجهته الجانب الأمني طبعا مهم جدا، ولكن الجانب الاقتصادي يعني الذي يتيح لمتصيد الكادرات الإرهابية أن يجد ضالته فيه،
نتيجة للحالة الاقتصادية المتردية، نتيجة لانعدام الثقافة أو التعليم. كل دي أمور الرسائل الدينية، يعني يجب على المسلمين وغير المسلمين أن ينظروا إلى الرسائل الدينية التي الخارجة من مؤسستهم الدينية، حتى ممكن أن نحتوي هذا الطاعون. أيضا الإعلام، يعني أنت النهاردة حالة العنف وتمجيد العنف اللي بتطلع في المسلسلات وفي الأفلام، هو ده بيخلي الشباب يعني يبقى قابل لأنه يتورط في أعمال عنيفة. فكل دي يعني أمور يجب أن تؤخذ في الحسبان في مواجهة هذا المرض. طيب خلينا نستعرض مع حضرتك سيادة سفير، وأيضا نستعرض مع مشاهدينا الكرام، رؤية الاتحاد الإفريقي لعام 2063، وهي يعني الرؤية اللي بيعتمدها الاتحاد وبتسير في فلكها حتى معظم الأجندات الوطنية للدول الإفريقية. تابعنا مع حضراتكم رؤية الاتحاد الإفريقي. خلونا أيضا يعني لتعقيب أو للمشاركة في هذا النقاش بينضم إلينا سيادة سفير شريف عيسى، سفير مصر في جنوب أفريقيا. مساء الخير سيادة سفير، وأهلا بحضرتك معنا. وخليني أخد من حضرتك تعقيب على الرؤية اللي طرحتها مصر لرئاستها للاتحاد الإفريقي في عام 2019. تمام يا فندم. اولا مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين، واحب ابلغ تحياتي لمعالي السفير محمد الشاذلي استاذنا. وارجع لنقطه سيادتك وسؤال حضرتك تاني، الرؤيه المصريه، وانا طبعا انا عارف ان معالي السفير ومداخلات سيادتك كلها تناول الرؤيه المصريه، بس انا يهمني كسفير في مصر في جنوب افريقيا اني اقول لحضرتك انه العضويه المصريه او رئاسه مصر الاتحاد الافريقي بتتواكب مع عضويه جنوب افريقيا في غير الدائمه في مجلس الامن. وده هيضع على عاتق الدولتين مسؤوليه كبيره جدا علشان فرض الاجنده الافريقيه على المستوى الدولي. وانا اعتقد الرئاسه المصريه وفي هدوء الرئاسه السيد الرئيس ورؤيته الواضحه باهداف الرئاسه الافريقيه، هيكون مهم جدا ان يبقى التنسيق ما بين الدولتين مصر وجنوب افريقيا على اعلى مستوى، حتى نستطيع ان نضع على أمام مجلس الأمن وأمام الاتحاد الأفريقي جميع التحديات التي تواجه القارة، إلى جانب كمان أطماح وطموحات الوطن الأفريقي اللي بيرى في العضويتين للدولتين الكبار أمل كبير لتحقيق أحلامه، خاصة أجندة 2030. طيب سيادة سفير، يعني الأجندة اللي تبعناها والرؤية اللي طرحتها مصر كملامح عريضة وعامة لرئاستها للاتحاد الإفريقي، سفرائنا في الخارج وحضرتك طبعا منهم في دولة مهمة زي جنوب إفريقيا، إلى أي مدى شايف أنه هيكون في تنسيق حتى مع كل الدول لتطبيق هذه الرؤية؟ كيف سوف تتعاطى الدول الإفريقية المختلفة مع الرؤية المصرية؟ بالفعل فنم، جنوب افريقيا كاحد الدول الكبرى في القاره الافريقيه، بل اعتقد ان هي من يعني احد ثلاث دول كبرى في القاره الافريقيه الى جانب مصر طبعا، ونستطيع ان نضم اليها بعض الدول الاخرى مثل نيجيريا الجزائر، ولكن التنسيق هيبقى على اعلى مستوى خلال الفتره القادمه. احنا بالفعل ابتدينا هذا التنسيق منذ فتره طويله، اتفقنا ان يبقى في تبادل زيارات على مستوى مساعدي وزير الخارجيه،
كبار المسؤولين الوزراء. انا بكره ان شاء الله بيصلني السيد وزير الري بعد باكر ان شاء الله يصل السيد وزير الري لتصديق المؤاخذه بخصوص المشروعات الكبرى في القاره الافريقيه، خاصه مشروع فيكتوريا لاند والمشروعات الاخرى للبنيه الاساسيه. وبالتالي هذا التنسيق تم موجود بصفه مستمره وسيتم تكثيفه خلال الفتره القادمه ان شاء الله، بحيث ان احنا رؤيه مصر تكون واضحه لدى هذه الدول الافريقيه حتى تستطيع ان تعاون مصر في فرض هذه الرؤيه وتطبيقها ان شاء الله. شكرا جزيلا سفير شريف عيسى سفير مصر في جنوب افريقيا. سفير محمد الشاذلي، نقطه ايضا يعني نتحدث فيها وهي حضرتك اثرتها ايضا في الفصل، التراث الافريقي وفكره الحفاظ عليه. عادة ما نتحدث عن السياسة، عن الاقتصاد، عن الأمن والإرهاب، لكن نقطة التراث جديرة أيضا بالنقاش، كيف يتم الحفاظ عليه؟ شوفي، أولا التراث لا ينفصل عن الأمن، أنا بعتبر أن التراث أمن قومي، بمعنى أن أي أرض بترافها بأثرها هي وطن، إذا جرطتيها من ترافها ومن أثرها بتصبح عقار. فبالتالي التراث شيء مهم جدا ومهم جدا الحفاظ عليه. انا حبيت اسير هذه النقطه ليه؟ لان افريقيا ومصر من افريقيا من المناطق اللي عانت من النهب الفظيع لتراثها ولاثرها. احنا هنا في مصر بنتحدث على حجر رشيد وبنتحدث عن راس نفرتيتي وغيره كثير. الرئيس الفرنسي في العام الماضي كان في بوركينا فاسو وذكر ان فرنسا عليها ان تعيد التراث الافريقي المنهوب اثناء فترة الاستعمار. في متحف في باريس اسمه كيبونلي، ده في 70,000 قطعة من الاثار الافريقية. المتحف البريطاني فيه عدد مماثل، فده بيديكي فكرة عن قد ايه هذه القارة تعرضت للنهب الاستعماري. وان الاوان دلوقتي ان برضو زي ما قلتلك ان احنا اقتصاديا يصعب ان احنا نقابل هذه الدول القوية فرادة، ان يكون هناك جبهة افريقية موحدة لاعادة التراث الافريقي المنهوب الى الديار. ممتاز جدا. طيب مصر، احنا بنتحدث عن الدول الافريقيه وكيف سوف تتعاطى مع هذه الرؤيه، مصر تستفيد ازاي من رئاستها للاتحاد؟ مصر تستفيد بانها تعمل على توحيد القاره الافريقيه، وفي هذا قوه للافارقه جميعا. يعني انا لا اريد ان يعني اخرج من هذا السياق بان مصر مستفيده، لا، مصر بتدفع وبتعمل وبتصرف من جهدها ومن قوتها، مش بالضروره مستفيده بالمعنى الانتهازي، لكن ما ده برضو عشان كده انا يعني لان احنا فاهمين بعض، لكن هناك من يشاهدنا وقد لا يفهمنا. مصر كجزء من القاره الافريقيه بتعمل مع اشقائها الافارقه من اجل السلام والتنميه والامن والاستقرار. نعم. والرخاء لأبناء القارة جميعا. نعم. في يعني أخيرا سيد سفير، خليني أستعرض مع حضرتك ومع مشاهدينا الكرام مشاركات الجمهور اللي جاءتنا تعقيبا على السؤال اللي كنا طرحناه في بداية الحلقة. هذا السؤال كان يقول: برأيك ما المشكلات التي يجب أن تتصدى لها مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي؟ خلينا نشوف سيد سفير عينة من الإجابات كيف جاءت. أستاذ عبدو الليتي بيقول: الابتعاد الذي أصاب العلاقات مع الدول الإفريقية في عهد السادات ومن بعده مبارك على مصر إعادة تعزيز تلك العلاقات كما سبق عهدها في عهد جمال عبد الناصر. أسامة أحمد بيقول: مشكلة الفقر والتنمية المستدامة ومواجهة الإرهاب. أستاذ يوسف محمد بيقول: أولا مشكلة الغلاء والفقر، لأن المشكلتين بيؤدوا للمواطن إلى تدهور حالته الصحية والمعنوية، وبينتج عن ذلك مواطن ضعيف غير قادر على التفكير الصحيح. لو كل شيء متوفر للمواطن هيقدر يفكر كويس ويعطي بلده حقها. أستاذ ياسر صلاح بيقول: إرهاب وانتشاره في البلاد الأكثر فقرا، لأن من السهل السيطرة عليهم واستخدامهم من قبل الجماعات الإرهابية. تعليق حضرتك أخيرا سيد سفير؟ تعليق إن أنا سعيد بهذا الرد الفعل الشعبي. وزي ما قلتلك في الأول إن أي برنامج سياسي إذا ما كانش له ظهير شعبي
لا يمكن ينجح. فده بيوري ان هناك وعي وهناك ادراك وهناك مشاركه شعبيه لهذا البرنامج. اشكرك شكرا جزيلا السفير محمد عبد المنعم الشاذلي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه. شكرا يا فندم على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل نعود ونلتقي للحديث عن استقاله الحكومه الفلسطينيه، ما هي البدائل المنتظره؟